اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستكمل بقيه الاخبار. الخبر الاخر كابتن خالد خاص بميليتو لاعب الانتر بيغيب 6 شهور قطع في الرباط الصليبي في مباراه الانتر مع كلوج الروماني. هيغيب ب6 شهور حتى اغسطس القادم بمشيئه الله. عايز ارجع بس للدوري البرتغالي ثانيه بسيطه بس كابتن تامر هنشوف ولا خلينا في ميليتو وبعدين نرجع للدوري البرتغالي. اصابه كانت سيئه جدا، اصابه خطيره جدا، انتهى الموسم بالنسبه لديجو ميليتو. يعني الانتر ما عندوش بديل، اتكلم عليه مراد النهارده رئيس النادي، قال لك روحه وقتاله في الملعب وشخصيته وقيادته للفريق هتاثر علينا جدا الفتره الجايه. الفوز 2-0 امبارح بهدفين ممتازين لبالاسيو بلوبو معمول فوق الحارس، اعتقد ان يمكن برضو مراتي قال ان الخساره بتاعتنا لديجو موليتو لم تعطينا الفرحه في مباراه الامس بعد الفوز 2-0 او الصعود للدور الثاني، خاصه الانتر من الفرق الكبيره اقوى بكثير جدا من الفرق الاخرى. عايز تتكلم على الدوري البرتغالي؟ الدوري البرتغالي يعني في حاجه غريبه جدا، بورتو بنفيكا 46 بونت، اوكي 18 مباراه 18 مباراه 14 فوز 14 فوز، 4 تعادل 4 تعادل، ولا هزيمه ولا هزيمه. الفارق بين بورتو وبنفيكا ان بنفيكا دخل في 14 هدف والبورتو دخل في 9 اهداف. قمه السخونه والاثاره في الدوري البرتغالي مع 2 فرق من اقوى الفرق، وعلى فكره دي مستمره موجوده الى ما لا نهايه بالنسبه لبنفيكا وبورتو، زي بالظبط ريال مدريد وبرشلونه الموجوده في الدوري الاسباني. نعم. ادريانو بيرفض عرض باريس سان جيرمان. ادريانو كوريا ده لاعب فريق برشلونه بيلعب كظهير ايسر في فريق برشلونه الاسباني، بيقولوا انه رفض عقد من باريس سان جيرمان. كابتن خالد اللي عقده هينتهي في 2014. هي باريس سان جيرمان دلوقتي بتحاول تدور على لعيب مدافع ايسر، ماكسويل كمدافع ايسر يمكن خلاص قرب على الانتهاء، فاعتقد ان طبعا ادريانو ممكن يكون بديل كويس وبديل كفء بالنسبه لباريس سان جيرمان الفتره الجايه. نعم. وده لمزيد من الصفقات للبي اس جي مع ليوناردو، تحسبا لاستقدام احد المدربين بديلا لكارلو انشيلوتي اذا لم يحقق كارلو انشيلوتي الفوز بالدوري الفرنسي، والتارجت الثاني ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا. يانس احتفل بتسجيل اهداف ضد برشلونه. بيان كريكيتش لاعب الميلان الان المنتقل من برشلونه الى الميلان، هيتقابل الميلان مع برشلونه في دور 16 كابتن خالد في الشامبيونز ليج الاوروبي. بيقول انا اتمنى احراز اهداف في برشلونه، ليس صارا من برشلونه او عداوه، ولكن الاحتفال طبعا مع زمايله في الفريق. والله يا بوين عليه كلام كبير جدا انه رحل الموسم القادم بالنسبه للميلان، سينتقل لنادي اخر، عنده عروض كثيره جدا، انما سيحتفل ولا يحتفل اعتقد المباراه من اصعب ممكن بالنسبه لنادي ميلان. ميلان في كل مباراته الاخيره كابتن تامر دخل فيها اهداف ان لم يكن في اول من بدايه السيزون. البرشلونه في كل مباراته احرز اهداف، ودي مشكله كبيره. يمكن الميلان حسن من وضعه في النواحي الهجوميه على الرغم من تعاقده مع بالوتولي، لكن بالوتولي ليس متواجد في اللقاء النهارده. يمكن ستيفان شعراوي قعدوه على دكه البدلاء، ما اخدوش خالص في القائمه، بيريحوه لانه كان عنده شك في الجهاد وفي اصابه، فبيريحوه لماتش برشلونه. بويان نعم. اتمنى له التوفيق، لاعب انا في رايي لاعب مظلوم جدا في نادي ميلان وكان مظلوم في نادي روما، وعنده امكانيات ممكن يكون الهدفين الكبار. نعم. عاوز اديك حاجه على البارسا بس ويندوفن. البارسا ويندوفن كان مكتمل، بنتكلم على اقوى خطين هجوم على مستوى العالم. البارسا 77 هدف وليندوفن 75 هدف مع الفارق بين الدوري الاسباني والدوري الهولندي، معدل تهديف لكل فرقه 3.5 هدف، واعتقد انه ما يحدث في اي دوري المعدل التهديف العالي ده، لو وصلوا لنهايه السيزون كده ممكن يوصل ل 103-105 هدف لكل فريق. نعم. ديفيد بيا بيغادر المستشفى ويستعد للقاء الميلان. في خبر عاجل، بايرن ميونخ بيفوز على فولفسبورغ بهدفين نظيفين في البوندسليغا، وايضا الميلان بيفوز على بارما بهدفين. فيا بيغادر المستشفى ويستعد للقاء الميلان. ديفيد فيا دخل المستشفى بسبب حصوه في الكلى كابتن خالد، دخل المستشفى وطلع تاني بس واضح لسه عنده مشاكل، هو هيغيب عن مباراه جراندا او غرناطه اللي هتلعب بيوم السبت ان شاء الله، وهيغيب عن اعتقد ممكن يغيب عن لقاء الميلان هو حتى وتشافي اللي عنده اصابه. يعني بص هو يعني عامه برشلونه ما فيش لعيب بيأثر عليها، بس اعتقد ان ديفيد فيا برضه من اللعيبه يعني اللي ممكن يكون له وضعيه خاصه في فريق برشلونه في حته عمليه احراز الاهداف او المساعده الهجوميه اللي ياثر اكتر تشافي. اتمنى طبعا التوفيق لديفيد فيا لانه عنده مشاكل كثيره جدا مع ليونيل ميسي، وعنده مشاكل كثيره جدا مع فريق برشلونه الفتره الاخيره، بس اتصور طبعا ان ديفيد فيا اذا لم يرحل من برشلونه الموسم القادم سيكون له شكل ووضع افضل من كده بكثير حتى في استمرار في المباريات. ديفيد بيكام واحد من النجوم الكبار في كره القدم بتسلط عليه الاضواء، اول تدريب ليه مع باريس سان جيرمان كابتن خالد، هيكون متواجد في التدريبه طبعا بعد انتقاله من فريق الاي جالاكسي الامريكي. عارف كان كم
صحفي وكان مصور موجودين في اول تدريب لديفيد بيكهام. نتكلم على 150 صحفي من وكالات الانباء العالميه بالكامل، ونتكلم على 35 مصور صحفي كانوا موجودين لاول تدريب لديفيد بيكهام. يعني الموضوع اعلامي واعلاني بحت. يعني ديفيد بيكهام لن يفيد باريس سان جيرمان، بس اعتقد يعني انه صفقه مهمه جدا لنقل اسم باريس سان جيرمان الى مستوى افضل واعلى في الناحيه الاعلاميه. اعتقد العدد الاكبر يا كابتن خالد هيكون متواجد في اسبانيا لو اقليم كاتالونيا استقل عن اسبانيا نهائي وهيلعب في الدوري الفرنسي ويبدا برشلونه يلعب في الدوري الفرنسي. اعتقد هيكون نفس الجمهور يعني 150 صحفي او 300 صحفي. يعني حتى لو فصلوا ما اعتقدش انه يلعب في فرنسا يعني. هو لن يرحل عن اسبانيا. اكيد. طبعا مشاهدينا الكرام نشاهد تقرير عن ابرز المباريات الاوروبيه سواء في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني، ابقوا معنا.